الحبيب أو الشخص اللي بيكون مغرور علينا ما أكثرهم بصراحة، رجل أو امرأة. ممكن تلاقي شاب غلبان يا عيني ومرتبط بواحدة، أو بيتعامل مع بنت ومغرور عليه، وممكن تلاقيها واحدة وبتحب من قلبها وده هو كل ذنبها، وبتتعامل مع شخص مغرور شايف نفسه عليها متعب. السؤال، إيه الأسباب اللي خلت الشخص ده مغرور عليك؟ أنت لو عرفت الإجابة دي هتعرف إن أنت تتعامل مع الشخص ده، وهو ده موضوع حلقتنا. اهلا بكم، برحب بكم بس سريعا، وبرضه بقول للجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك. محمد ابو زيد على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، ويا ريت تختاروا الكل بعد ما تضغطوا على الجرس عشان اي حلقه يعني اشعارها ما يفوتش عليكم. في اسباب اكيد، ركزوا معايا رجل او امراه في الحلقه دي، علشان يعني الواحد لما بيبقى مظلوم بالذات في العلاقه العاطفيه بتصعب عليه نفسه قوي. تعالوا نشوف النصايح وعلم النفس قال ايه، ونحاول انت بتعملي كده او انت بتعمل كده. اتحدى ان في حد ممكن يكون بيعمل اللي احنا هنقوله في حلقة النهاردة. مش عيب ان احنا نتعلم ونطور من نفسنا، دي طبيعة الحياة، كل يوم في تطور، واحنا لازم كمان نساير التطور ده. النفس البشرية معروفة والطبائع معروفة، النفس البشرية وطبائعها محفوظة من قديم الازل. تعالى بقى بالخطوات كده، او تعالى بالخطوات واحدة واحدة مع بعض. أول حاجة يا جماعة، نصيحة، حب بس اوعى تحسس الطرف الآخر إن حياتك من غيره هتساوي انتحارك، اوعى حتى لو متأكد إن هو بيموت فيك. نصيحة من أخ أكبر أو أصغر ليك أو ليكي، بلاش توصل مع الطرف اللي أنت مرتبط بيه لحاجة زي كده. رجاء، حب أيوة، اهتم أيوة، اتجنن مع أيوة، بس ما تحسسوش إن بعده عنك يساوي انتحار. نصيحة، لأن الحياة مملوءة بالمشاكل، مع أول مشكلة لو هو حس منك بكده هياخد نقطة ضعف يبدأ إن هو يضغط بيها عليك. نصيحة تاني حاجة، لازم تحسس الطرف الآخر إن حياتك، وقلت قبل كده، فيها حاجات تانية مهمة معاه. يعني اوعى توصل للطرف اللي انت مرتبط بيه إن انت ومن بعدك الطوفان، إن انت ومفيش حاجة تانية بعدك. دايما خليه عارف ان انت مهتم بفكرة جديدة، مشروع جديد، حاجة انت بتعملها. لازم الطرف اللي مرتبط بيها واللي انت بتتعامل معاه يحس ان حياتك فيها حاجات تانية واخدة اهتمامك، عشان الاهتمام كله ما يوصلوش ان الاهتمامك كله متوزع عليه او منصب عليه، او ان حياتك متمركزة ومتمحورة عليه وبرضه هياخد نقطة ضعف عاجلا ام اجلا يضغط بيها عليك. حتى لو انت ما عندكش، وصل له بالإيحاء ان انت عندك، مش شرط ان انت يكون عندك، وصل له ان انت عندك إيحاء، او وصل له بالإيحاء ان انت عندك فكرة جديدة، مشروع جديد، حاجة مهمة جديدة شغلاك واخدة تفكيرك. وانت مهم يا حبيبي، برضو لازم يكون عندك الذكاء ده في التعامل. بس في حاجات تانية كمان في حياتي مهمة. تالت حاجة وأكبر عقاب، أنا بيجيني أسئلة كتير، إزاي أنتقم أو أعاقب حد جرحني أو حد بحبه أو حد خاني؟ التميز، التميز ثم التميز ثم التميز. نجاحك اجتماعيا، مهنيا، ماديا، أيا كان، على طول يصيب الطرف الآخر في مقتل. خلي بالك، المفروض إن أنت بتتعامل مع الحبيب، الحبيب يحب تميزك. يعني انا لو مرتبط بحد وبحبه ما زعلش لما يتميز، ما زعلش لما اشوفه بيعلى وبينجح، بالعكس لو زعلت اذا انا ما بحبوش، وفي الحالة دي خسارة الطرف دي واجبة، واجبة مش مستحبة. اللي زي ده تخسره، تخرجه من حياتك، لان اللي ما بيحبكش ما ينفعش ان انت تحبه، ده الف ب عاطفة. اختفي، انا اللي بقولك اختفي. دايما الاختفاء في العلاقة من فترة لأخرى صحي جدا لكل العلاقات. خلي بالكم، نبقى حلوين مع بعض ومفيش أي مشاكل، وتعالى مختفي أو تعالى مختفية يومين كده، ولما ترجعي قولي أي سبب عادي، قولي أي حجة. رجاء رجاء، الاختفاء حلو. ليه بقى؟ أنا هقولك على حاجة، لو أنت قمت من النوم لقيت النت فاصل مثلا، تمام، إيه اللي يحصل؟ تبدأ ان انت عايزه يرجع. طب فضل يوم كامل 24 ساعة تتجنن، طيب فضل يومين ايه اللي يحصل؟ تحس بقيمته قوي، تبقى خلاص كل تركيزك عايزه يرجع. لو قمت من النوم لقيت المية قطع، لو قمت من النوم لقيت الكهرباء قطع، هكذا. الحاجة ما بتعرفش انت قيمتها قوي
لما تغيب. انما طول ما هي موجودة معاك حتى لو هي مفيدة، وفي يعني الانترنت ما بنقدرش ان احنا نستغنى عنه، بس طول ما هو موجود انت مش حاسس بقيمته لان هو موجود اوريدي. بس اول ما يختفي، اول ما يتمنع عنك، تبدأ ان انت تشعر قوي بقيمته وتلهث وتبحث عنه. لذلك نصيحة، بس مش على طول يعني، مش كل يوم والتاني تختفي، كل فترة كده انت بتحس ان العلاقة رايحة في روتين كده او ملل او محتاجة تجديد، تعالى مختفي يومين وارجع بقى. احنا مش هنغلب يعني، ده احنا في الحجج اساتذة. ايوه، ما هو ده الكذب الابيض يعني، هو ده اللي مطلوب لنجاح العلاقة، هو ده الصحي عشان العلاقة تستمر. ويفضل اختفائك ما يكونش بعد زعل، خلي بالك عشان يتجنن، لان انت لو اختفيت بعد زعل، ما هو الطرف الاخر عارف ان انت زعلان فمختفي. انما لما نكون حلوين مع بعض بنضحك وبنهرج، وتيجي تختفي انت كام يوم، اقسم بالله يتجنن. صح ولا انا بتكلم غلط؟ جاوبوني، جاوبوني رجاء في التعليقات. تتجنن، ده احنا حلوين مع بعض، ده احنا تمام، ايه اللي خلاه يختفي؟ صح، اكتبوا لي ارائكم. ويا ريت يا ريت رجاء لو شايفين الحلقة دي مهمة، بقول ندوس لايك عشان توصل لأصدقائنا اللي بيبعتوا على الخاص وبيستفسروا، وأنا غصب عني ما بقدرش إن أنا أرد عليهم، ده الطلب. شايفينها مش هتفيد، أنا اللي بقول لكم دوسوا ديسلايك، مش عايزينها توصل لأي حد. نحب الخير لبعض ونتميز ونقدر إن إحنا نفهم حياتنا صح، ده طلب الوحيد يعني منكم. اختفي رجاء، ونصيحة ليك، والنجاح تخليه بقى يلف حوالين نفسه كده. مغرور بقى مش مغرور، حتى لو ما سألش عليك في فترة الاختفاء دي، احنا عارفين اللي حصل له في الفترة دي. ده لو بيحبك، ما هو لو ما بيحبكش يبقى انت اصلا انك تكمل معاه في العلاقة غلط. اي حد بيحب اي حد لو اختفى ايه اللي يحصل؟ جاوبوني انتوا في التعليقات. اي واحد بيحب حد لما يختفي فجأة ايه اللي بيحصل؟ نجاوب احنا، تمام يا جماعة. يبقى دي مطلوبة جدا، إيه تعرفوا قيمتك قوي، وخطوة مهمة كمان بعد كده يعني ابدأ. إيه، مش هتعرف ان انت تختفي او ما عندكش، اديك انا البديل بقى، ما عندكش الملكة لحاجة زي كده، قلل كلام الحب شوي، قلل الاهتمام شوي، يتجنن. اصل انا متعود معاك على ليفل معين، انا متعود معاك على قدر معين من الاهتمام، قللته اتجنن. ايه اللي حصل؟ وانا يعني ايه اللي حصل؟ انا عملت حاجة غلط؟ طب انا شخصيتي بقى فيها حاجة غلط؟ طب ليه كان بيهتم بيا في الاول وبعدين الاهتمام ده قل، حتى لو ما قالكش بس هيبان من ردة فعله. هي الفكرة من كده، الفكرة ان انت بتشعل التفكير وبتديله رسائل غير مباشرة، ان انت تقدر زي ما بهتم بيك اقدر اقلل الاهتمام. خلي بالك، زي ما انا معاك على طول تقدر في يوم ما تلاقينيش موجود في حياتك. الطرف اللي بيحب بجد وحط تحت دي مليون خط بيفزع من حاجة زي كده، يقوم يتمسك بيك أكتر، يقوم يصلح من نفسه أكتر، يشتغل على عيوبه أكتر، يبقى مش عايز يزعلك ويعتذر. وده اللي احنا عايزين إن احنا نوصل له من حلقة زي دي. تعالى في فترة كده وما تنبهرش قوي بالكلام الحلو أو الاشياء يعني المميزه اللي هو بيعملها لك او بيقولها لك فتره. مطلوب برضو لصحه العلاقه والله يعني. هنا برضو خلي بالك الطرف او النفس البشريه تتشغل قوي يعني. انا لما كنت اقول لك بحبك تبقى هتتجنن ومبسوط وحس كده بنفسك انما بقيت اقولها لك بقى عادي يعني، امسك العصايه من النص. ايه اللي حصل؟ واخدين بالكم؟ لا، ده انا لازم ابدا ان انا اطور من نفسي شويه لحسن الطرف الاخر اللي انا مرتبط بيه او حبيبي، ايه هيمل مني ولا ايه؟ إيه حد تاني هيبدا ان هو يشغله ولا كده؟ فاهمين؟ الحاجات دي والله مطلوبه. يقوم الطرف الاخر ما يامنش ان انت مهما هو يغلط هتكون موجود، او ان انت متاح دايما، او ان انت مركون دايما. لا، يعرف ان انا لو ما فقتش وصحصحت وانتبهت لاخطائي، ان اللي انا مرتبط بيه ده شخصية قوية وقادرة على التحكم في نفسها وانفعالات. تعالى كل فترة قلل الانبهار وقلل الكلام الحلو فترة صغيرة وارجع زود تاني. دايما العلاقة تمشي بمبدأ حلو اوي، شد وارخي، شد وارخي. عارفين المثل ده؟ افضل طريقة لنجاح اي علاقة في الدنيا، بغير كده تفشل العلاقة. لو انت راخي على طول او شدد على طول في الحالتين عاجلا ام اجلا هتفشل، انما تشد وترخي
هو ده المطلوب. آخر حاجة دايما خلي علاقتك حلوة بأهلك، ووصل للطرف الآخر كده حتى لو ده مش موجود يعني. والنصيحة دي للبنات، الرجل بطبعه، وأنا بقولك بالذات الشرقي، لما بيشعر إن الأنثى علاقتها متوترة مع أهلها خاصة بعد الجواز بيبدأ يلعب على النقطة دي. خلي بالك عشان تبقي عارفة، حتى لو أهلك يعني علاقتك متوترة، لأ حسسيه ووصيه دايما مسؤوليات إن أنت علاقتك تمام التمام معه. نصيحة ليكي، نصيحة ليكي، نصيحة ليكي، كمان مرة خديها من أخ. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، ورجاء التاني لو شايفينها مهمة عايزينها توصل لأكبر قدر من أصدقائنا دوسوا لايك، العكس بدون ديسلايك، وقولوا لي السبب عشان أقدر إن أنا أعالج المشكلة. عندنا لايف كل ليلة على الانستجرام وعلى الفيسبوك، اشتركوا في الروابط دي من وصف الفيديو والتعليق المثبت، ويا ريت تشتركوا في قناتنا التانية للكورة، أنا مثبت لكم رابطها برضو في أول تعليق ووصف الفيديو. اللي بيهم الكورة أو بيحب الكورة أو يعرف حد يعني مهتم بالمجال ده، يا ريت يشير القناة لي، وده طلب الوحيد منكم. بحبكم جدا، هتوحشوني، ونلتقي بكرة إن شاء الله.